وبشأن محاولات السويد وفنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو وموقف تركيا منها، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أولو. أهلا بك معنا أستاذ يوسف. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. حياكم الله، مساء الأنوار. أستاذ يوسف، يعني الرئيس التركي برر موقفه الرافض لانضمام يعني فنلندا والسويد بعدة أسباب، من ضمنها يعني ذكر الخطأ الذي ارتكب من قبل بالموافقة على انضمام اليونان لهذا الحلف. ما الذي يفهم من هذه النقطة بالذات؟ يا سيدي، يجب أن نقول للجميع بأن الناتو في حد ذاته هو عبارة عن مظلة أمنية وعبارة عن تجمع أمني أو حلف أمني، وبالتالي تركيا كعضو في الناتو وهي ثاني أكبر عضو في الناتو من ناحية القوة العسكرية، هنالك لا يمكن ارتكاب نفس الأخطاء السابقة من أن يتم الدعم انضمام من هم الآن متورطون في إيواء جماعات إرهابية هي تقوم مع الأسف إزعاج تركيا في الأمن القومي التركي، ورغم مطالبات تركيا منذ 5 سنوات إلى الآن وهي ترفض تسليم مطلوبين متورطين خصوصا بجماعة جولان وجماعة البيكاكا. وبالتالي القضية الأمنية والأمن التركي هو خط أحمر، والسويد وفنلندا إلى الآن لم يبديا أي تقارب أو أي بوادر نوايا حسنة في هذا الموضوع، وبالتالي لا يمكن القبول بشركاء جدد ضمن حلف الناتو. تركيا ما تزال تعاني الأمرين من موافقة سابقة لانضمام اليونان، وما تزال هنالك أيضا تقاعس في دور الناتو في حماية تركيا خصوصا بعد سحب صواريخ باتريوت عام 2015، واضطرت تركيا أن تلجأ إلى S-400 لحماية أمنها الجوي، وبالتالي تركيا محقة فيما تقوم به من دافع أمني قومي لها ولحدودها. طيب أستاذ يوسف، يعني هذا الموقف التركي المبني على سياسات يعني تراها أنقرة ضارة بأمنها خاصة من قبل السويد وفنلندا، إلى أي حد ترى أن الدول الباقية في حلف الشمال الأطلسي تشاطر فعلا أنقرة في هذه التخوفات وفي هذا الموقف، خاصة من دعم فنلندا والسويد لمنظمات تعتبرها أنقرة إرهابية؟ نعم، هنالك بعض الدول تفهمت دور تركيا وتفهمت موقف تركيا من حساسية انضمام كل من السويد وفنلندا. نرى أن أيضا هنالك بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، إسبانيا، كرواتيا، تفهمت هذا الأمر. هذا واحد. ثانيا يا سيدي، ليس بالضرورة أن يكون هناك دول تتفهم، يجب على السويد نفسها أن تبدي مبادر حسنية وتقوم بإنجازات حقيقية لمد جسور الثقة. السويد هي التي خصصت 376 مليون دولار في ميزانية 2023 دعم مالي مباشر للPKK التي تعتبر منظمة إرهابية باعتراف أمريكا وباعتراف معظم الدول الأوروبية وهيئة الأمم المتحدة، ولكن السويد لا ترى في ذلك حرجا بأن تدعم ماديا الPKK ب 376 مليون دولار في ميزانية العام القادم. أيضا فنلندا هي داعم، فنلندا مطالبة بتسليم 12 مطلوبا إرهابيا من جماعة جولان موجودين في فنلندا، وفنلندا لم تقوم بتسليم هؤلاء. لذلك المشكلة هنا الدول التي هي ستنضم إلى الناتو هي يجب أن تبدي حسن النوايا، وتركيا لديها حق كبير في التحفظ. أما الدول الموجودة في الناتو أصلا فأتوقع بأنها هي ليست بالنسبة لتركيا لديها حساسية الأمن القومي التركي كما لدى تركيا. تركيا هي معنية بأمنها وبسياستها، وهي يجب أن تدافع عن حقها بنفسها. نعم، شهدنا في الآونة الأخيرة خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا توترا بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الناتو، ولكن تركيا كما تعلم يعني حافظت على علاقاتها الطيبة مع الناتو وفي ذات الوقت مع روسيا. هل يعني تجد موقفا أو هل تجد حضورا روسيا
في هذا الرفض التركي لانضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي؟ طبعا هذه نقطة مهمة جدا، قضية التوازنات الإقليمية والتحالفات الاستراتيجية أيضا مهمة في السياسة الخارجية التركية. تركيا نجحت في أن تبقى دولة على الأقل محايدة بشكل إيجابي كوسيط نزيه في وأد وإنهاء هذه الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال فتح قنوات الحوار دبلوماسيا وسياسيا، ولكن مع الأسف الغرب نجد أنه كان له دور تأجيج هذه الأزمة ومحاولة دائما التصعيد، والآن فتح جبهات أخرى جديدة من خلال قبول طلبات عضوية كل من فنلندا والسويد، وهذا لن يأتي بخير على المنطقة، وبالتالي تركيا تريد أن يكون هنالك دور إيجابي في إنهاء الأزمة وليس في توسيع رقعتها، وهذا طبعا من باب التوازنات الإقليمية مع روسيا. إذن من ضمن الأسباب، رفض الرئيس التركي لانضمام كل من السويد وفنلندا هو لربما عدم التصعيد مع روسيا؟ بكل تأكيد نعم، هذه التوازنات الإقليمية مهمة لتركيا. نعلم أن الآن تركيا رفضت العقوبات الأوروبية والأمريكية التي فرضت على روسيا، تركيا لم تتجاوب مع هذه العقوبات، تركيا لم تنفذ أي عقوبات اقتصادية على روسيا، تركيا لم تمنع الرحلات الجوية أو تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، ولم تغلق نظامها المالي أو البنكي مع روسيا. تركيا تريد أن تكون دولة محايدة ولا تخضع لسيطرة لا أوروبا ولا أمريكا، هي دولة ذات سيادة ولديها مصالحها، لكن في نفس الوقت تقول لروسيا عليك ألا تعتدي على أراضي أوكرانيا، ويجب أن يكون هناك فتح قنوات الحوار لحل الأزمة والمشكلة بين البلدين، لا للتصعيد ولا للضغوطات الخارجية، وتركيا لن تنجر إلى ما يصبو إليه الغرب من تعميق وتوسيع وتأجيج الحرب الدائرة إلى رقعات أكبر، بالعكس تريد أن يكون هناك قنوات للدبلوماسية والحوار لإنهاء الأزمة، وهذا هو برأيي الذي يجب أن تتحلى به كل الدول في الوقت الحالي. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أولو، شكرا جزيلا لك. شكرا.